يواجه فريق الهلال السوداني فريق بومبيرس في الجولة التاسعة من الدوري الموريتاني لكي تشاهد معنا المباراة مع الحفظ على زر والاشتراك بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى هذه المباراة ملعب استاد شيخ ولد بن واكشوط في تم الساعة التاسعة وخمسون دقيقة بتوقيت السودان والساعة السبعة وخمسون دقيقة بتوقيت موريتانيا وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة موريطانيا سبورت نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية على لكل لكي توصل موعد و تفاصيل القوية والمقبرة مَعَ نترك موعد في موعد قادم